عقد صباح اليوم بمقر المجلس الأعلى للإعلام برئاسة رئيس المجلس ديدوني جونوباي مع المسؤولين الإداريين للإدارة العامة للإذاعة والتلفزيون جلسة عمل بحضور عدد من المعنيين في وسائل الإعلام العامة والخاصة. تقرير إبراهيم محمد موسى. لأجل تسيير الجيد وضبط العمل وفق القرارات المنصوص عليها في دفتر المهام، عقد رئيس المجلس الأعلى للإعلام ديدوني جونوباي جلسة عمل مع المسؤولين للإذاعة والتلفزيون برئاسة بوكر ساندا المدير للإدارة العامة للإذاعة والتلفزيون. هذا وقد تبادل مسؤولي المجلس الأعلى للإعلام مع الأطراف الإدارية الجوانب المختلفة لتسيير الجيد لوسائل الإعلام العامة. أديناهم توصيات وطلبنا منهم احترام المهنة، فمهنة الصحافة هي مهنة ما سهلة، فلازم عليهم احترام قانون المهنة في العمل، و يجب عليهم تطبيق القانون. كما أكد المدير العام للإذاعة والتلفزيون بأنه حتى الآن العمل يسير بصورة جيدة والعلاقات جيدة مع العاملين. أما المديرة العامة للإذاعة حليمة سعدية علي والمدير العام للتلفزيون أزيكارتي جامسو بأنهما قالا سيعملان بجد ونشاط ويأخذان كل التوجيهات والقرارات بعين الاعتبار ويعملان وفق أجندة دفتر المهام. وننوه إلى أن مثل هذه اللقاءات مع المسؤولين في وسائل الإعلام العامة يشجع على تكثيف جهود العاملين في وسائل الإعلام العامة.